أي وجهة نظر؟ بعد؟ طيب بعد أوكي. الآن الأخ فتحي بحب تنظم أنت النقاش، تنصف في شندة؟ بعد الآن الأخ مصطفى، أنت الأخ فتحي أنت نظم، أعطي الدور نسمع منكم المشاكل اللي بتواجهوها، سواء في الموضوع اللي ذكرته، موضوع إعادة الهيكل التعرفة الجمهورية المطروح الآن للنقاش من قبل الحكومة، وإذا في هناك مشاكل أخرى بتحب تسلط الضوء عليها. الحقيقة اللجنة اليوم في دياركم لتسمع منكم ما تطرحونه عليها. شكرا. الدكتور نائل راح يعني بريسايسلي راح تقول على اثر هذا القرار، اذا لا سمح الله طبق، وانا ان شاء الله عندي هيك احساس انه بفزعه الاخوان جميعا، اعيان النواب كل هذا، انه ان شاء الله ما يقدروا يطبقوه، لكن مثلا باختصار شديد انعكاسه اذا الدكتور ماهر محمود وين؟ ماهر بعد الدكتور نائل سريعا على ابرز خمس قضايا في مصر. نقطة هيك قرايز، النقطة الأولى أنه كل الموجودين إما إخوان أعيان أصحاب خبرة طويلة أو صناعيين، فكنا والله يعني حاطين كلهم، لكن سريعا ذكر حضر حالك لخمس نقاط دكتور نائل، قول لنا سريعا على الموضوع هذا. مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية. أصحاب المعالي الأخوة الأعزاء، عن موضوع ما يقال وما والجواب. يقال أن توصية صندوق النقد الدولي طالب هيكلة التعرفة. صندوق النقد الدولي احنا كغرف صناعة موافقين عليه، بنطلع على الشاشة كالتالي: في الوضع الحالي 5 6 5 10 15 20 25 30 35 40. هاي الشرائح معمول فيها غير الدخان والكحول إلى آخره. توصية الصندوق كانت 5 15 30. من ثلاث شرائح بالإضافة إلى المعفي من مدخلات الإنتاج أو من دول الاتفاقية. فما يقارب صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض 5%، أعتقد أن الكلام يحتاج لتصحيح، وهي الكلام الصحيح. هذه دراسة صدرت في 2016 ورجع أكد عليه في توصية في المراجعة الأخيرة في عام 2020 صندوق النقد الدولي. راح نبعث للأستاذ عليها ملخص تقارير لأنها طويلة جدا، لكن هاي توصية الصندوق بشكل واضح. موضوع ثاني يقال انه ينعكس على المواطن. خلينا نستعرض بشكل سريع ارقام الاحصاءات العامه. عندي فئات الاسر من اقل من 2500 2500 ل 5000 5000 ل 7500 و7500 ل 10000. نسبة الاسر في هذه المنطقة 60%. هذه المنطقة نسبتها 60%. دخلنا فيها بعديها بسرعة نسبة 75% من المجتمع الأردني دخل